تحتاج يعني منظومة أسلحة كل شهور، يعني أولها اللي هي منظومة الدفاع الجوي. حالياً الحروب جاي تتجه إلى حروب الفضاء، يعني سابقاً كانت ممكن أنه الدبابة تفيد بالمعارك أو الأسلحة الأرضية تفيد بالمعارك، حالياً جاي يصير المعارك هي يعني معارك فضاء. يعني نحتاج هسه بالوقت الحالي طائرات متقدمة، نحتاج بنفس الوقت دفاعات جوية اللي هي مثلاً الأنظمة اللي تصدى للصواريخ وللطيران. احنا بالعراق هوايه تمر علينا حروب وشغلات، يعني هاي الأسلحة المتطورة ضروري، يعني شلون نقدر ندافع عن البلد هذا؟ شلون يعني شغلة الأسلحة هسه اللي عندنا خفيفة ومتوسطة، يعني مو ذيك المفروض يراد المسيرات الصواريخ. هي عملية متأخرة المفروض من زمان، يعني لأن هاي في شيء يخدم البلد وأمن البلد وكل البلدان العربية والمحيطة والعالم تخطو على خطر مهمة حفاظا على أمن البلد. أكيد احنا نريد نحافظ على حدودنا، نحافظ على وطننا، نحافظ على سيادة البلد. من مثلا صار أي اعتداء علينا نظل مكتوف في الأيدي وما يصير، لازم نجابهم نفس الأسلحة ونطور أسلحتنا ونطور صواريخ بعيدة المدى وكروز صواريخ التقاطع الكروز. يجب أن نسلح البلد بهذا السلاح. العراق كان ولا يزال يؤثر ويتأثر بمحيطه الإقليمي والدولي، فهو بوصلة الأحداث في الشرق الأوسط والوسيط الجغرافي والسياسي في كل أزمة والحاضر في كل نزال. لكن وسط هذه المميزات فهو لا يزال محاطاً بالمؤامرات، بالأجندات وبالتدخلات لكل من يسعى لعدم تقدم العراق واستقراره وازدهاره. أطراف داخلية أخرى إقليمية ودولية تقف بوجه ملفات التطوير، مرة في جانب الإعمار وأخرى في جانب القدرات العسكرية، قدرات تسليحية لم يكتب لها النهوض لعقود، صفقات سقطت أمام فرض الإيرادات، وأموال نسمع تخصيصاتها ولا نعلم أبواب صرفها. فمن هو المستفيد من عدم تطوير القدرات؟ ولماذا يقفون بوجه تسليح العراق؟ أسئلة تشغل الشارع العراقي في ظل التحديات الحالية في المنطقة والخوف من أن تترك بلا أجوبة. كواقع العمالة الأجنبية، فوضى في التنظيم، سوء في التخطيط، لا قوانين بعقوبات مشددة ولا منافذ حدودية رادعة، والأبواب مشرعة ومفتوحة بوجه كل الجنسيات. أما الشركات الأجنبية فحصة 50% لا تحصدها العمالة الوطنية، والوزارات المتعاقدة لا تراقب ولا تسأل، فمن نسأل؟ حياكم الله. ملفنا الأول راح يكون عن واقع ملف تسليح القوات الأمنية العراقية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية. نناقش هذا الملف مع ضيفنا الكريم الخبير العسكري الفريق الركن المتقاعد الأستاذ عبد الكريم خلف. حياكم الله. مساء الخير. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ ويا حضرتك، هذا نداء إلى وزارة البيئة، إلى أمانة بغداد، إلى محافظة بغداد، إلى كل الجهات المعنية. قبل دقائق وصلتني مناشدات عاجلة وطارئة من بعض الأشخاص والأهالي في منطقة المعامل والنهروان وهذه المناطق. هذه المناطق الأهالي هنالك يختنقون، يموتون من الروائح، من التلوث، من الأمور العبثية. فنتمنى أن يوصل هذا النداء العاجل ويشوفون حل بسرعة لهذه الأهالي، لأن حالهم حقيقة يؤسف له. فدعوتنا من خلال هذا الملف لهذا اليوم للجهات المعنية أنه يوصل نداءكم وتساعدون وتنقلون هذول الأهالي.
أرحب بحضرتك سيادة الفريق. يعني إحنا نراهن على صراحتك ونريد نكشف موضوع عقود التسليح في العراق. هل هي بالفعل هنالك عقود ويكتب لها الفشل لو تنجح، وهنالك من يحاول إيقافه وبالتالي تلغي هذه العقود؟ شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ولمشاهدي القناة. الحقيقة هو خليط من اللي تفضلت به، يعني بعض العقود وهي عقود كانت حيوية وهامة يعني تخص مستقبل العراق لعشرين سنة قادمة، مثل عقود الدفاع الجوي. وزارة الدفاع مشكورة يعني بذلت جهد كبير في هذا وتمكنت من القيام باستحصال موافقة الروس على تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي متطورة اللي هي S-400، لكن هذا العقد قطع شوط كبير وخصصت للحكومة مبالغ وأرسلت وفود إلى روسيا، وروسيا تساهلت كثيرا حتى في طريقة إبرام العقود والمبالغ وإضافة منظومات جديدة كان يحتاجها العراق غير موجودة. كل هذا حصل وجاء الفيتو الأمريكي وأوقف هذا العقد. الوزارة في أي حكومة ردنا نتعاقد على S-400 من روسيا؟ هذه في حكومة السيد العبادي. في حكومة السيد العبادي كان يعني هذا الأمر قد تم تقريبا يعني. على أي أساس الأمريكان اعطونا فيتو؟ الأمريكان يعني S-400 هو يتجاوز أسلحتهم بكاملها، يعني إذا كانت صواريخ أو إذا كانت طائرات يتجاوزها، قدراتها الفنية هائلة وعالية، وهو يعالج ثلاث مديات بدءا من 40 كيلومتر و300 كيلومتر و400 كيلومتر. لهذا يعني مستويات الكشف والتعامل مع الأهداف يتعامل مع جملة أهداف في آن واحد في لحظة واحدة، فاعتبروه خطر عليهم وخطر أيضا على الكيان. الكيان يتفوق يعني في منطقة الشرق الأوسط في القوة الجوية والدفاع الجوي، وكان محمي بهذه الطريقة. طبعا قبل ما هذه كانت في إبان داعش، دخول تنظيم داعش الإرهابي للعراق. صحيح صحيح في هذا التوقيت. نعم صحيح. يعني كان الأخ الوزير الحيالي اللي هو مستشار السوداني الآن هو كان وزير دفاع. زين إذا داعش دخل للعراق وهذا كشف ضعف الحماية الأمريكية للعراق، في هذا التوقيت هم سمحوا لنا ناخذ هذه المنظومة؟ هو كان هذا ما له علاقة بداعش، لأن هذا أكبر من داعش، هذا يتعامل كسلاح استراتيجي يحمي أجواء العراق من الطيران والصواريخ، وإحنا هذا بحاجته. يعني إحنا من الناحية البرية متفوقين، لدينا خمس منظومات دفاعية قادرة على تغطية المساحة، وهي من الصعوبة أن تأتي جهة وتقوم بإحداث خروقات أو القيام بمثل ما حصل مع داعش اللي كان 100 دولة، مع هذا تم تدميرها وكان الجيش والقوات الأخرى ناشئة وفي بداية تكوينها. الحقيقة وزارة الدفاع يعني بحاجة إلى دعم من البرلمان، دعم من الحكومة أن يتخصص لها مبالغ، يعني حسب يعني أحد البحوث اللي أجريناها مع كثير من الأخوة القادة المتقاعدين واللي مهتمين بهذا الشأن، وزارة الدفاع تحتاج فقط للتسليح لمدة 10 سنوات ما يقارب في كل سنة 20 مليار دولار حتى نبني قوة، يعني إذا كانت قوات برية أو جوية أو دفاع جوي أو أسلحة ساندة أخرى ووسائل يحتاجها الجيش. هذا المبلغ يعني غير موجود، يعني هم الآن وزارة الدفاع ما تأخذ أكثر من 1 مليار دولار يمكن في قضية التسليح، بينما إحنا نحتاج 20. نحتاج 20 مليار دولار في كل سنة. إحنا لو نرجع إلى دول الجوار اللي هي دول الاهتمام 6 المحيطة بالعراق، التخصيصات اللي تصل يعني مثلا العربية السعودية بعض التخصيصات وصلت إلى 40 أو 50 مليار بالسنة، يعني على احتياجاتهم، وصرفوا خلال 10 سنوات بحدود يعني ما يقارب أكثر من 900 مليار دولار فقط السعودية. تركيا ميزانيتها حسب الاحتياج، هي تخصص ميزانية لوزارة الدفاع نعم، ولكن أيضا تجري بعض التعديلات في كل سنة على ميزانيتها، ومع أنه هي دولة متقدمة في الصناعة العسكرية. هو شنو أهم من القدرات العسكرية اللي تحمي البلد من وجود أسلحة ثقيلة، معدات طيران، قدرات تسليحية هائلة لحماية العراق؟ وحضرتك أنت أكثر متخصص ربما في الجانب العسكري، يعني اليوم العراق مهدد
فشنو الدولة ليش متخصص هذه المبالغ حتى تنهض بالواقع العسكري في العراق؟ هو هذا طبعا قرار سياسي وما تتحمل الحكومة الحالية الحقيقة، هو كان تراكمات. احنا اجرينا تقييم من 2010 زين لهذا الامر يعني، ونصحنا الحكومة يعني مع قادة عسكريين كبار، الفريق حسين العوادي، الفريق عبود قنبر، وأنا وآخرين، نصحنا الحكومة بأن تخصص مبالغ كبيرة حتى نبني قوات برية الحقيقة وقوات جوية ودفاع جوي. الحقيقة كان العامل الضاغط في عدم وجود هكذا تخصيصات ونهج باتجاه هذا التسليح هو الجانب الأمريكي وبعض القوى السياسية في الداخل، يعني ليس فقط الجانب الأمريكي. تقدر تسمي لي هذه القوى السياسية؟ نعم تقدر تسمي لي هذه القوى السياسية؟ يعني من يقف ضد الأخوة الكرد مثلا كانوا ممانعين بشكل كبير جدا لتسليح الجيش الإيراني. المكون السني كان أيضا ممانع لتسليح الجيش العراقي لأن يعتقد أنه هو أداة بيد رئيس الوزراء اللي هو شيعي على سبيل المثال يعني. ولكن هذه الضغوط الداخلية مو رئاسة أركان الجيش بالفترة اللي حضرتك دا تتحدث بها كانت لجانب الكرد؟ أنا أتحدث هذا الجانب بالرغم وجود الأخ رئيس أركان الجيش كان في وقتها كردي ولكن كان يرفض كل عقود التسليح. ليش هذا الخوف سيادة الفريق؟ وهذا أمر يعني يتبع الجانب السياسي، يعني إذا كان رئيس أركان الجيش أو غيره اللي حركه المستوى السياسي مسيطر على المستوى الفني والتقني والعسكري والاحترافي، يعني ليس هناك قرار يصدر إذا ما يكون هناك يعني بصمة سياسية في هذه أو قرار سياسي. زين ليش الأكراد والسنة يخافون من حتى ما يسلح الجيش العراقي؟ هم يعتقدون أن الجيش هو يتبع القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة هو شيعي، وبما أنه شيعي إن إذن سيمثل الإرادة الشيعية أو يمتثل لها، يعني هكذا كان يفسر. هسه الآن كم هذا مؤثر في الوقت الحاضر؟ يعني لا زال مؤثر. زين قوات البيشمركة هل تسلح بنفس ما يسلح به الجيش العراقي؟ لا طبعا، قوات البيشمركة هي قوة خفيفة، يعني ليس لديها أسلحة ثقيلة إلا بعض الأسلحة التي نعتبرها الآن غير مؤثرة مثل تي 55، دبابات تي 55 أو بعض المدفعية اللي عياراتها 122 ملم خفيفة استولوا عليها بعد سقوط النظام السابق في 2003، وبقيت الأسلحة أسلحة اعتيادية لا تلبي احتياجات جيش ولكنها تلبي احتياجات أمن في داخل الإقليم. بعد ليش بعد يتخوفون؟ هو هسه لو لا قدر الله الإقليم تعرض لمشكلة أو خطر أمني أو تهديد أمني، منو يحمي غير الجيش العراقي؟ بالتأكيد، يعني قوات البيشمركة غير مصممة للقتال ضد جيش أبدا، يعني هي قوات خفيفة، القوات الخفيفة يعني هي تحمي الأمن الداخلي مثلا يعني بمستوى داعش، بمستوى تنظيمات إجرامية، بمستوى تهديدات أمنية، يعني احنا نتحدث عن تهديد بمستوى البندقية والقاذفة ار بي جي والهاون، هذه المستويات اللي تعالجها قوات بيشمركة، اكبر من هذا لا طبعا من الصعب. بسألك عن القدرات العسكرية اللي اليوم اللي يمتلكها العراق، كيف تقيمها سيادة الفريق؟ احنا الجيش العراقي ووزارة الدفاع لديها خبرة كبيرة في ميدان الأسلحة وخزين هائل جدا من التعامل مع يعني ربما هو الجيش الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والأقصى في كل آسيا وأفريقيا الذي دخل حروب استمرت إلى عقود من الزمن، ولهذا يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الميدان ومع قضية العمليات، وضيف لها التعامل مع داعش والجيش والحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية هزمت داعش بظرف 3 سنين، وهذا كان. بس الجندي بدون سلاح جيد هل يستطيع الصمود بالمعركة؟ لا طبعا تأكيد، أنا أتحدث عن هذا الموضوع أقول رغم الإمكانيات الضعيفة تمكن هذا الجيش. لو كانت إمكانيات صحيحة، إمكانيات بقدر الجيش العراقي اللي هو لديه تضاريس مختلفة، لديه جغرافيا مختلفة، ولديه مناخ مختلف، التسليح كان يفترض يلائم كل هذا، ومع هذا بالإمكانيات البسيطة ألحق هزيمة نكراء بداعش اللي هم كانوا من 100 دولة. مع هذا الجيش العراقي هو بحاجة إلى إعادة النظر في قضايا التسليح والتجهيز واختيار نوعية القوات التي تتلائم مع جغرافية العراق الواسعة والكبيرة. احنا في
العراق بحدود 1000 كيلومتر من الجغرافيا، بها جبل وبها مناطق صحراء وبها مياه وبها كل شيء. حضرتك كنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وإلك باع طويل في الشأن والمجال العسكري، شنو أغرب حالة سمعتها لتدخل منع صفقات تسليح؟ أنت مطلع على تفاصيل هذه الأمور بشكل دقيق، وين مشكلتنا اليوم سيادة الفريق؟ هو الحقيقة الجانب السياسي أولاً يعني في الداخل هذا يعيق التسليح، يعني هذه المخاوف وعدم وجود ثقة بين المكونات يعني الكردية السنية والشيعية اللي يعتبرون بيد القرار يعني، وبينما هم شراكة في كل شيء، يعني شراكة بنسبة المكونات موجودة في الحكومة، موجودة في العسكر، موجودة في الجانب الاستخباراتي، في كل شيء موجودة. مع هذا هذا التخوف هو ذريعة حتى يبقى العراق ضعيف، حتى يبقى المركز ضعيف. المصلحة منه يبقى ضعيف؟ المصلحة السياسية هذه، هاي من هذه الناحية. المصلحة القضية الأخرى اللي أكبر من المكونات هو أن الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يكون لديه جيش قوي. دول الجوار بكاملها لا تريد للجيش العراقي أن يكون قويا لأن تعتبر تهديد، وهذا طبيعي، هذه مصالح دول. يعني الأتراك يريدون جيش ضعيف، السوريين، السعوديين، الأردنيين، الكويتيين، الإيرانيين، الكل يريد جيشا ضعيفا لأن يمثل تهديد. بس احنا مو تحت رحمتهم، بينما احنا تحت رحمة اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ماذا قدمت للعراق سيادة الفريق؟ اتفاقية الإطار الاستراتيجي عبارة عن كذبة كالكذبة التي يرددونها منذ اندلاع حرب أكتوبر، عندما قالوا أن يجب إيقاف الحرب في غزة، الآن يجب إيقاف الحرب في لبنان، لكن هل يجب هذه؟ كانت بعدها أفعال على الأقوال؟ لا، هي مجرد أقوال، مجرد أقوال حتى الرأي العام يستخفلون الرأي العام وأنهم يقومون بهذا. لهذا أنا أعتقد أن الأمريكان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي أيضا سوقوا لنا الكلام ولم يلتزموا ببنود الاتفاقية، وهذا الأمر يعني على سبيل المثال حماية الأجواء العراقية هو من صلاحياتهم وهم تعهدوا بذلك، في حين أن إسرائيل قامت بضربات عديدة في داخل العراق واستهدفت يعني قطاعات رسمية من الحشد الشعبي وسقط شهداء في هذه الضربات، وأمريكا هي المسؤولة عن الأجواء. إذن يعني اتفاقية الإطار الاستراتيجي فيها التزامات على الجانب الأمريكي، ولكن من يجبر أمريكا على تنفيذ هذه الالتزامات؟ من يجبر الولايات المتحدة؟ ليش السياسيين العراقيين ومن وقع هذه الاتفاقية لا زال يؤمن بها حتى هذه اللحظة؟ ليس هناك إيمان بها، نعتقد السياسيين العراقيين أذكياء في هذا ويدركون أن الولايات المتحدة نصبت فخا في قضية اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتقييد العراق. نحن سنقوم بدعم الجيش العراقي، سنقوم بدعم بتأمين أجواءكم. احنا ابتلعنا هذا الفخ، ابتلعنا هذا الطعم. هي فرضة فرض الولايات المتحدة تفرض هذا. ليش؟ لأن إمكانيات لديها. يعني هم الآن مثلا في قضية التسليح أموالنا موجودة في ظلما وعدوانا في البنك الفيدرالي الأمريكي وبحماية بتوقيع من الرئيس الأمريكي، يعني دولار ما يطلع إذا ما يوقع، وهي فلوسنا لا فيها عقوبات ولا لها علاقة بأي قضية أخرى، مجرد إحنا مبيعاتنا وصادراتنا تجي عن طريق الفيدرالي، الفيدرالي متمسك بها ويعطيها للعراقيين بالقطار. العراق ما يقدر يقولها للولايات المتحدة هنا أنا كافي ويلغي هذه الاتفاقية ويروح يسلح من غير دولة؟ هو المشكلة الكبيرة أن الإدارة الأمريكية فاقدة لأخلاقية العلاقات، يعني هذه الإدارة ليس فيها يعني نوع من الالتزام الأخلاقي تجاه الدول حتى لو كانت حليفة، هي تريد الدول تمتثل لها. على سبيل المثال إذا العراق اتخذ خطوة من هذه الخطوات وسحب فلوسه من الفيدرالي الأمريكي واتجه للتسليح لتنويع مصادر التسليح من دول متعددة، ستقوم بشن حرب خفية في الاقتصاد، ستقوم بإسقاط العملة كما فعلت مع تركيا. نتذكر احنا من استورد تركيا الاس 400 كانت الليره 280 $100، الان تجاوزت 3000 بسبب التهديدات الامريكيه الخفيه لتركيا، وتمكنت من ايذاء تركيا بشكل كبير وايذاء اقتصاد تركيا. ولكن تركيا دوله كبيره عملاقه ولديها تصنيع واسع، تصنع السياره والدبابه والطائره والمسيره، لهذا من الصعب السيطره على
دولة مثل تركيا. العراق بحالته هذه لا يستطيعون إذا لهذا هناك حسابات بالتأكيد الجانب السياسي العراقي يضع حسابات كبيرة ومتعددة في تأثير التدخل الأمريكي الخفي في حال لعد شلون سيادة الفريق راح نبقى تحت الرحمة الأمريكية؟ لا عندنا تسليح، لا عندنا رادارات، لا عندنا سلاح جو. لا قدر الله إذا تعرض العراق اليوم لهجمة جوية وصار سابقا على الحيج الشعبي على مقار أمنية رسمية تابعة للدولة العراقية، ايش سوى العراق؟ هو الحقيقة العراق ذهب إلى فرنسا واستورد رادارات فرنسية، ولدينا منظومة بانسير وان الروسية للدفاع الجوي، ولكن هذا غير كافي، هذا الحقيقة غير كافي، يعني هذا مجرد ملء فراغات الآن على الأقل تقدير لكي يرى العراق ماذا يجري في أجواءه، يعني هي مؤثرة في يعني بسبب عدم كثافتها، يعني هي منظومات قليلة لا تلبي تغطية مساحة العراق بكامل. أكو حديث عن منظومات كورية، شنو صحة هذه المعلومة؟ نعم أكو حديث الآن أو وزارة الدفاع مع الكوريين، الكوريين بمعنى أمريكان، يعني هم الكوريين حلفاء أمريكا، وإحنا عندنا تي 50 طائرات الكورية وهي طائرات تشبه الاف 16 تقريبا بمواصفاتها. مع هذا العراق يحتاج بشكل كبير وملح أن يقوم الجانب السياسي بدعم وزارة الدفاع على الفور وتأمين المبالغ اللازمة. هذه المبالغ التي تخصص إلى وزارة الدفاع هي التي ستحمي السيادة، تحصن قرار السيادة العراقي، ستقوم بجعل العراق آمن والدول شلون آمن وإحنا رحنا تعاقدنا مع حلفاء الولايات المتحدة؟ يعني بكل حالة ما رح يكون عندنا سلاح أقوى من أسلحة الأمريكيين؟ أبدا مستحيل، هذا طبعا طبعا كلام صحيح. هذا احنا انا قلت بحاجه الى التنويع، الى تنويع المصادر، يعني هل من الممكن ننوع صراحه ثلاث خطوات اذا اتخذتها وزاره الدفاع سننجح؟ اولها توطين الصناعات الخفيفه والمتوسطه بمعنى قذيفه المدفع، قذيفه الهاون، اطلاق 67 من خفيف متوسط، والاسلحه الارضيه البعيده المدى، اسلحه الدبابات. الثانية أن يكون لدينا على أقل تقدير ثلاث فرق مدرعة. مساحة العراق كبيرة جدا. ليش احنا كم فرقة مدرعة سعدنا؟ الآن لدينا فرقة واحدة يعني. وفرقة آلية شكلوها الأخوة بوزارة الدفاع بشكل أنفس. الفرقة التاسعة فقط؟ الفرقة التاسعة نعم مدرعة وفرقة آلية، الفرقة الآلية بها بي ام بي 1 من المدرعات المحترمة والتي تؤدي أغراض متعددة وهي روسية. نحتاج إلى إضافة فرقتين أو ثلاثة آلية وفرقتين أو ثلاثة مدرعة حتى العراق بإمكانياته الحالية اللي هو الآن وصلنا إحنا إلى 20 فرقة تقريبا، يجب أن يكون العراق الآن بمستوى يستطيع تأمين جغرافية العراق الثلاثة يعني جبلية. إحنا منتظرين سيادة الفريق، إحنا نحتاج هسه إحنا عندنا وحدة وعدهم طبعا عندهم سيارات حتى الآن بالكاد تشتغل، عندهم أسلحة لربما ما تشتغل، يعني أكل يوم عندنا قطاعات أمنية بها سيارات متقادمة بها أسلحة متهالكة ومتقادمة بها ناس مو خبرة، ولا أكو دروع ولا أكو حماية ولا أكو أبسط تخصيصات للعسكري حماية نفسه. طيب إحنا عندنا وحدة بهذه المواصفات القليلة، الحكومة ليش ما سويت الآن؟ ليش ما تجدد هذه؟ هو وزارة الدفاع يعني أنا حسب معلوماتي يعني كنت أنا في وزارة الدفاع لديهم يعني خطط للتسليح طموحة جدا ولديهم رؤية واضحة جدا في قضية التسليح ولديهم كل ما يلزم للقيام بدعم قدرات القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والأسلحة الأخرى وحتى البحرية طبعا، ولكن المشكلة تقف عند التخصيصات، والتخصيصات أيضا ليس فقط هي المشكلة، إذا كانت هناك تخصيصات سيظهر الجانب السياسي والضغوط الخارجية والداخلية. إذن علينا أن نبني منظومة سياسية أو مشكلتنا نمكن القائد العام للقوات المسلحة كسياسيين. سيادة الفريق القائد العام للقوات المسلحة إذا ظل يخضع لهذه الإرادة وهذه الإرادة معناها العراق ما راح يتقدم تسليحيا متر واحد. اليوم أنا قائد عام للقوات المسلحة أتخذ قرار شجاع وقوي بتسليح العراق، اللي عاجبه عاجبه والمعاجبه يروح يرقع راسه بالحق. الامور ما تحسب هالشكل. ده شلون؟ يعني هي مو قضيه شقاوات او جسم او واحد، هذا لا، هاي توازنات عندما تحسب
مصلحة العراق في خسارته في هذا التوقيت أو توقيت آخر هي التي تقرر حجم القرار أين يصل إلى أي مرحلة. يعني الضغوط التي تمارس من قبل أطراف عديدة إذا ما حصل العراق نفسه منها سيمضي، وهذه تحتاج إلى قرار سياسي شجاع وإلى وحدة جبهة داخلية. احنا شفنا هذا الكيان تجاوز القانون الدولي، وضع الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، وضعها تحت الحذاء، وضعها أمام الكل، محمي سياسيا من دول عظمى ومغطى ماليا، وأيضا لا أحد يسأل عن أي جريمة يرتكبها. احنا ما نحتاج هالشيء، احنا نحتاج سيادة الفريق. اليوم نتحدث عن هذا على نتنياهو، أنت قاعدة تتحدث هذا في هذا التوقيت، ما احنا كنا في فترة استقرار وكانت عندنا ورقة ضغط قوية اللي هي دخول داعش للأراضي العراقية، ممكن كان استثمارها نقول احنا نريد نسلح، احنا كبلد اليوم نريد نحمي وطننا. للتاريخ وللأمانة الأخ الحيالي والأخ فريق جبار والأخ رئيس الوزراء حيدر العباس استغلوا هذا وبدأوا بتحديث منظومات الدفاع الجوي، واستوردوا طائرات مهمة يعني من عدد من المناشئ، أعتقد أربع مناشئ، وكانت هذه الخطوات. ولكن الإدارة الأمريكية انتبهت لهذا وأوقفت جزء منها. حكومة السيد الكاظمي كانت قريبة جدا من الأمريكيين، لماذا لم يفتح باب التسليح؟ لم يستثمر هذه الصداقة مع الأمريكيين؟ يعني الكاظمي لو كان بيده لعرض طائرات للبيع، يعني هو أصلا ما كان مكلف يعني حتى يعني يبني طائرات يعرضها للبيع. سيادة الفريق أنا أقصد يعني مثل هذا مثل. يعني هو الرجل ما مكلف كان بالبناء، هو كان مرحلة صغيرة ويطلع، ما كان يحلم أن يكون رئيس وزراء. أنت شفتوا حديث العلوي سيد حسن العلوي؟ نعم. قال أنا وديته إلى سيد مسعود ردنا له وظيفة، يعني أي وظيفة بس يعيش يعني. بعدين جابوه بقرار فردي غير مدروس، سووا رئيس جهاز مخابرات ثم سووا رئيس وزراء. هذه مشكلة. قد أسهمت حكومة السيد الكاظمي بإضعاف القدرات العسكرية والأمنية والسياسية في العراق؟ هي القدرات كانت يعني هي في الأساس ضعيفة، هو لم يضيف شيئا لها، قلل منها ولم يضيف شيئا لها، يعني لم يضيف شيء، مضاف لها ما يهم، قلل من القدرات العسكرية أو السياسية أو الأمنية في البلاد. هو كان الفريق المحيط به ما كان مهتم، يعني ليس لديه أولوية باهتمام بالقوات المسلحة الحقيقة، رغم أن الأخ وزير الدفاع جمع عناد وضابط قديم ولديه قدرات مهمة واشتغل متدرج من في الحدود وقائد شرطة وقائد عمليات وقائد قوات برية ثم وزير دفاع، وكان حتى يعني بعض الاستيرادات التي جرت كانت بمبادرة من وتعديلات جرت على الأسلحة من وزير الدفاع ذاته جمعة عناد، ولم تكن بدعم من حكومة الكاظمي. بعشر ثواني، هل من الممكن أن نرى قدرات قتالية وعسكرية وأمنية وسلاح جو في العراق يفوق التصورات؟ لو هذه بعيدة في الوقت الحالي، إذا الإرادة السياسية قررت نعم. شكرا جزيلا الخبير العسكري الفريق الركن المتقاعد عبد الكريم خلفنا، ورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ملفنا الثاني راح يكون عن تقرير هيئة النزاهة بشأن الآثار المترتبة على عدم تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى العراق في المدى البعيد، راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. يشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية الغير شرعية تحدياً آخر للاقتصاد العراقي التي أصبحت تقوض فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عنه في الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وعلى أثر ذلك هيئة النزاهة تؤكد أهمية تعديل قوانين استقدام العاملين من خارج البلاد، إضافة إلى تفعيل النصوص العقابية الواردة في قانون إقامة الأجانب على العمال المستقدمين أو من يقوم باستقدامهم. حال مثلا على الشباب العراقيين العمال الاجنبيه، يعني من البلد ما لاقي فرص عمل والغريب يلقى شغل، يعني شغله ببلدنا، ليش؟ ايش بينا احنا؟ مو شباب والوطن هذا وطينا شهداء وجرحى، طلعوهم ذول البنغلاديش اي والله الباكستانيين والتراك جايين عندنا يشتغلون هنا، لا عدنا ما باقيين احنا هنا العراقيين. بالذل نبقى نباع عليهم نتحصر، والله العظيم نقول باوع هذا باع، يطول سبع اوراق ثمان اوراق شغلوه. هذول اجوا عن طريق زياره الأربعين، هاي رقم اثنين، وهذا
أثر طبعاً بشكل سلبي على العمالة العراقية والشباب العراقي اللي يجلس على المقاهي واللي جالس ببيوتهم، وهذا طبعاً أثر على حتى أيضاً على الدخل العائلة العراقية. التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية بتجديد الإجراءات الأمنية والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول العاملين بالطرق الغير قانونية، فضلاً عن حث الجهات المختصة إلى إعداد قاعدة بيانات فيما يخص مغادرة المجامع السياحية لضمان عدم تسربهم بعد انتهاء مدة إقامتهم، وبخلاف ذلك تتم محاسبة الشركات السياحية التي أسهمت بدخولهم. استخدام العمالة الأجنبية عن طريق المنافذ وخاصة الإقليم منافذ إقليم كردستان، هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع وزيادة البطالة في العراق وخاصة في صفوف الخريجين وباقي فئات المجتمع. ضروري هذا القانون لازم يتعدل، لأن جاي يأثر على شبابنا، لأن هسه احنا أغلبية الشباب قاعدة على الطالة بطالة، لا عندها شغل ولا عندها منفذ عيشة، لأن الدولة من هنا هسه الخريج جاي يتخرج ما جاي يلقى منفذ يسترزق من يمه، او قاعد على طال بطاله وجاي يجي بكل سهوله العامل الاجنبي يشتغل. لابد من تضافر كافه الجهود الحكوميه من اجل مساعده العاملين العراقيين في تخطيهم عتبه البطاله وايجاد فرص عمل لهم والحد من انتشار العماله الاجنبيه التي تؤثر سلبا على الكسبه. من بغداد شيبان سامي، قناه الايام الفضائيه. أرحب برئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي، حياك الله دكتور. مساء الخير سيد فرح، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بداية خلي أسألك، كيف تصف العمالة الأجنبية في العراق؟ يعني وسط عوامل ربما صعبة جدا، منها ضعف القوانين أو القوانين مالتنا تحتاج إلى تعديل، والعمالة الأجنبية بصراحة غزت العراق بشكل كبير جدا، قامت حتى ما تنطي فرصة لأبناء البلد حتى يشتغلون في العراق، شنو تعليقك؟ نعم، قد تكون اليوم نتحدث عن ظاهرة، وهذه الظاهرة ظاهرة مركبة وارتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة. المؤشرات الرقمية تشير أن هناك أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي داخل بصورة غير شرعية، فقط هناك 43,000 عامل أجنبي تم تسجيلهم لدى وزارة العمل. هؤلاء العمال يخرجون عملة عراقية، عملة يعني الدولار من العراق بمقدار أكثر من 6 مليار دولار سنويا. بالنسبة للراتب الأساسي للعمال 700 دولار يعني للشخص، بينما العامل العراقي 270 دولار. إذا قسنا العمالة الأجنبية إلى مستوى البطالة بالنسبة للعمال العراقيين نتحدث عن 26.4، وبالتالي هذا تزاحم كبير بالنسبة للعمالة الأجنبية، ويؤثر بشكل كبير على مستوى البطالة، على مستوى الفقر، على مستوى الاقتصاد، على موضوع أجور العمال، ما يتعلق أيضا ببيئة العمل وتنافسها. اليوم احنا بدل ما نقدم كم هائل من فرص العمل لأبنائنا لشبابنا تحدث منافسة غير مشروعة، خصوصا ان اغلب العمالة الموجودة الأجنبية هي عمالة وافدة لكن داخلة بصورة غير شرعية، سواء عن طريق السياحة او عن طريق ما يتعلق بزيارات الدينية او ما يتعلق عن طريق اجازات استثمارية او ما يتعلق في موضوع التعامل من خلال جريمة الاتجار بالبشر او الدخول من منافذ الهشة. هذه قد تكون صور متعددة، واليوم احنا مركزين على مجموعة من الدول. اليوم عندنا ظاهرة العمالة تتعلق في موضوعة البنغلاديش، الباكستانيين، الهنود، السوريين، هاي يمكن صور نمطية بدأت تتفاعل. اليوم بدنا نتحدث عن 1,000,000، ما اتخذنا إجراءات، ما صارت عندنا سياسات، ما صارت عندنا معالجات، نتجه إلى أعداد أكبر من هذا العدد، وسوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، على الدخل القومي، وكذلك على المواطن العراقي. حضرتك قلت العامل الأجنبي يأخذ 700 دولار، بينما العامل العراقي في بلده يأخذ تقريبا 240. طيب ليش هذا الفرق؟ ومنو ينطي هذا الفرق؟ يعني ليش العامل الأجنبي يأخذ 700 والعامل العراقي يأخذ 240 دولار؟ لأن هو هذا معدل الدخل، يعني تتوقعين 700 قد يوصل للألف والأكثر. ليش؟ لأن أكو عصابات إجرامية وراء العمالة الأجنبية اللي هي تقوم
استغلال هؤلاء الأشخاص. هو 700 ما تروح كبر للعامل الأجنبي، لا جزء يطو 200 جزء 150 دولار والباقي يتجه إلى جيوب هذه العصابات الإجرامية، وقسم منها عصابات دولية تنشط في العراق من خلال جريمة الاتجار بالبشر. بالتالي العامل العراقي ماكو مثلا وراء ناس أو وراء مؤسسات أو وراء عصابات تقوم بموضوع استخدامه أو استغلاله. بالتالي هذه المبالغ تفرضها بشكل أو بآخر هذه العصابات الإجرامية، وبنفس الوقت المفارقة أن يقدمون هؤلاء الأشخاص باعتبارهم خبراء. والغريب من الأمر أن هناك مجموعة من التوصيفات خبراء مختصين في الجانب الهندسي في الجانب البيئي في الجانب الزراعي، مع أنهم أساساً هم عمالة وافدة في هذا الجانب. حتى أفهم دكتور، من هم هذول الشخصيات اللي يقدمون نفسهم كمختص هندسي أو مختص زراعي، وهل هذا إلى باع في الإجرام؟ يعني أكو صور معينة، إذا افترضنا في جازات الاستثمار هناك موافقات خاصة باستخدام عمالة متخصصة فنية لكل إجازة استثمارية. قسم من المشاريع الاستثمارية تستخدم هؤلاء العمال بصفات خبراء، ليس بصفة عامل مختص يقدم خدمات مثلا في مطعم أو في مكان لمول معين. بالتالي يستغل هذا الوضع بهذا الجانب. نفس الوقت قد تكون هناك شركات أو مؤسسات تحتاج مجموعة من العمالة المهرة، فيقدمونها على الأشخاص باعتبار متخصصين، في حين أن هم واقع الحال هم ضحايا للتجارة بالبشر وبنفس الوقت غير متخصصين. وبالتالي تفرض هذه الأجور الكبيرة جدا التي لا تتناسب مع حجم الخدمات اللي قدموها هؤلاء العمال، قياسا بالنسبة لحجم أو من المبالغ التي يقاضها العامل العراقي. وبالتالي النسبة غير متوازنة، وهذا الذي أحدث نسبة 26% من مساحة البطالة اللي قد تكون ترتفع خلال السنة القادمة إلى نسبة 30% إذا استمرت وجود العمالة الوافدة بدون اتخاذ إجراءات. دكتور فاضل، وين دور وزارة الداخلية العراقية عن هذا؟ يعني حضرتك إذا راجعت في دائرة الإقامة راح تشوف شروطها جدا صعبة ودقيقة جدا، بها هواي تفاصيل يتأكدون منك أدق التفاصيل، لا ويتابعونك بعد. هذولا من دخلوا للعراق، طيب دخلوا، بس نقول هذا أول خرق دخلوا للعراق. ثانيا وين وزارة الداخلية عنهم؟ حضرتك دا تقول عصابات تساهم بالإتجار بالبشر، بالمخدرات، بنشر البطالة، اليوم شبابنا قاعدين وهم يشتغلون. وين دور الجهات المعنية عنهم دكتور؟ يعني هو الآليات القانونية، الآليات الرقابية يجب أن تتخذ غير تفاصيل بصراحة تامة. يعني اليوم قضية جريمة الاتجار بالبشر ليس جريمة وطنية، هي جريمة دولية خلفها عصابات إجرامية كبيرة جدا، تحتاج جهد نوعي وجهد خاص في متابعتها وتفكيك هذه الشبكات. وقد تكون وزارة الداخلية والحكومة العراقية بالفترة الأخيرة عملت بجهد كبير جدا لتفكيك مجموعة من الشبكات، لكن ما زالت القضية موجودة. نفس الوقت الإجراءات القانونية سيدة كريمة، سواء بالقوانين أو بالتشريعات، يعني حتى في موضوع استبعاد الشخص الأجنبي إذا تجاوز حدود الإقامة، الغرامات المالية غرامات بسيطة جدا لا تتناسب مع واقع الحال الذي يقوم به الفرد في تجاوز إقامته وده يقوم بأعمال خارج إطار القانون نفسه. إضافة إلى إحنا اليوم عندنا خطة أو ملف يسمى ملف 33 اللي هي قرارات اللي أصدرتها وزارة العمل التي تقوم بتنظيم العمالة الأجنبية، هذه بصراحة تامة غير مفعلة سواء من قبل المؤسسات المعنية أو المؤسسات الساندة. بالتالي اليوم أكو إشكالية، أكو فراغ في المساحة القانونية، في الإجراءات التنفيذية، في المتابعة، في الرقابة، وأيضا ما عندنا لحد الآن واقع ملموس عن البيانات الرسمية التي تنطلق عن وجود هكذا عمالة. بالتالي كم هائل من العمالة الغير شرعية متواجدة، والكل ده نشوفه احنا اليوم. خلي يروح كل كعائلة، أي واحد يروح المطعم، يروح المكان بمول، يروح الساحات معينة. دكتور فاضل، احنا ده نشوفه، الحكومة جاي تشوفه، احنا ده نشوفه، هذه مشخصة عند المواطن العراقي. دا يشوف البنغلاديشيين والسوريين وبقية الباكستانيين، مع احترامي للجميع، دا يغزون بلدنا، دا ياخذون فرص شبابنا العاطلين عن العمل. احنا دا نشوف هذه الحالة، يا ترى ما مشخصة من قبل الحكومة العراقية؟ لا، هو اكيد اكو تشخيص، لكن يعني قلت لك الحزمة 33
القرارات الخاصة في الإقامة زي. الجوانب لكن بصراحة غير مفعلة وهذا دائما إشكاليتنا زين غير مفعلة لمصلحة من لم تفعل هذه القوانين دكتور فاضل إحنا أكو سياسة كلاسيكية في التعامل مع الأزماتنا نتعامل بردة فعل معين وبالتالي اليوم لما تكون عندنا أزمة حاضرة ما نضع لها حلول استراتيجية مستقبلية تصل إلى مرحلة القضاء عليها بالتالي دائما عندنا تصير هناك إشكاليات أو تفاوت في الحلول بالتالي قضية العمالة اليوم قضية مو جديدة لكنها اليوم بدأت ترتفع بالفترة الأخيرة ليش؟ لأن مواردها الاقتصادية كبيرة مواردها بالنسبة للجهات اللي تقف وراها عبارة عن منجم ذهب يدر لهم هذه المداخيل الكبيرة جدا وبنفس الوقت لحد الآن ماكو التفات أن اليوم أنت تطلع بعملة أجنبية عملة تأثر على مستوى الموازنة العراقية والدخل العراقي والدخل القومي 6 مليار دولار هي ما يتعلق برواتب ومدخولات هؤلاء الأشخاص الذين يتواجدون بالعراق بنفس الوقت مساحة التركيبة الاجتماعية الكريمة احنا اليوم صارت عندنا عدم ثقة والله العامل العراقي ما يشتغل العامل العراقي ما ينتج احنا خلينا نجيب البنغالي ينتج ويقدم كذيابة وهذه مو صحيح هي هاي كذب خلينا نكون واقعيين اقول لك انا رب عمل اذا جبت لي موظف عراقي ممكن يسوي لي مشكله ممكن يجيب لي عشيرته ممكن ما يشتغل ممكن ما يعجب الشغل لذلك لجوا الى سوريا والبنغلاديشي انا بدي اقول لك راي الشارع بامانه دكتور وانا متابع بشكل دقيق سيدتي الكريم بس تعطيني 700 دولار كعامل عراقي وشوفيني 24 ساعه انا اقدم الخدمه باجمل امتياز قدمي لي هاي الخدمات اللي تتعلق بالدخل الاساسي وخدمات الخدمه الخاصه بالنسبه للعماله راح تشوفين الموضوع يتغير بس لما نشوف انه اليوم الايراد اللي يتقدم للعامل العراقي ايراد بخس جدا لا يتناسب مع ساعات العمل راح تركيز النتاجيه راح تكون اقل وهذه سياسه واضحه لكن اليوم العامل الاجنبي هناك مجموعه من اجراءات ساحبين جوازه ما يعطوه فيزا ما يعطوه بالتالي هو كانما اسير لهاي العصابات الاجراميه وبالتالي ياخذون براسه هذه المبالغ الكبيره هذا فيما يتعلق بالعمال البنغلاديشيين والسوريين طيب احنا عندنا شركات استثماريه كبيره ورصينه في العراق بها شروط من ضمن احد الشروط تشغيل 50% او الى 60% من العماله الوطنيه العراقيه هاي النسبه متحققه لو ما متحققه في هذه الشركات والله بروح اشوف كل اجازات الاستثمار على مستوى العراق كله زين اذا حققنا 10% كل زين لا هو يعني هي اليوم هيئات الاستثمار المحافظات السادة المحافظين مجالس المحافظات يجب أن تكون لهم دور رقابي حقيقي وجدي في هذا التفصيل أي إجازة استثمارية أي مشروع استثمارية يتم مراجعته ويشوفون جد الأعداد المسجلين بالنسبة للعمالة العراقية مقابل العمالة الوافدة الأجنبية راح تتحقق عند النسبة اللي موجودة أما بالحديث عن الأرقام لا كثير من الأرقام موجودة في التشريعات في التعليمات في الآليات لكنها ما مطبقة بشكل حقيقي لكن دكتور فاضل هذه مصيبة إذا تنطي عقد استثماري وتقول للعراقيين اللي يشتغلون بـ 10% هذه مصيبة للاقتصاد مصيبة لكرامة العراق والعراقيين يعني هذه وحدها المفروض الحكومة تتابعها والمشكلة الشركات المشاريع كلها بيتها هسه حقول النفط كلها بيت هذه الشركات أنا شلون أقدر أفتح حلقي وياهم وأقول لهم يابا تعالوا سووا هيك لو لسوون هيك يعني سيدة كريمة يعني صحنا خلينا نفترض الشركات النفطية زين اللي إذا تعمل بالعراق وفي بيئة خلينا تقول بيئة البطالة بيئة مرتفعة زين إحنا مهما يكون نعم هنالك عمال مهارة هنالك عمال لهم مساحة فنية متخصصة لكن هذا لا يمنع أن الحكومة تفرض على الإجازات النفطية أو الإجازات الخاصة في البيئة النفطية نسبة حقيقية واقعية تتناسب حسب الاحتياجات الخاصة بالمحافظة أنت ليش دائما تشوفين أبنائنا وأهلنا يتظاهرون أمام الشركات النفطية ليش؟ لأن ماكو نسبة وتوازن بين المشغلين أو المعينين كموظفين عراقيين تجاه العمالة الأجنبية اللي هي قد تكون عمالة متخصصة في مساحة معينة لكن هذا لا يمنع اليوم انت منطي اموال منطي كم هال منطي اجازه استثماريه نادره ليش الحكومه جايبه وجع الراس نفسها ليش ما شغل هذول العراقيين ليش ما تفرض سلطه رقابيه على الشركات الاستثماريه لو على وضع العماله في العراق يعني انا اعتقد الجانب الرقابي قد يكون هو جزء من الحل
منو يتحمل؟ منو مسؤوليه الجانب الرقابي حتى نوضحها للناس؟ سيدتي الكريمه، احنا الرقابه لا يفهم بالجهات تتعلق بالنزاهه وديوان الرقابه الماليه، لا، بيئه الرقابه ترى بيئه متكامله. اليوم الفاعل الاجتماعيه دور لها بالرقابه، المؤسسات لها دور بالرقابه، المؤسسات الاعلاميه دور بالرقابه، المؤسسات الدينيه لها دور بالرقابه، اليوم المؤسسات الرقابيه المتخصصه لها دور بالرقابه، مجالس المحافظات، المحافظين، بيئه متكامله في منظومه الرقابه. بالدليل حضرتك وباقي الاخوان والمؤسسات الاعلاميه تسلط الضوء على مشاكل وتحديات. لكن دكتور منو جاي يسمعنا؟ منو جاي يسمعنا دكتور؟ احنا صارنا نحكي بهذه النقطه اشهر واشهر، اي منو سمعنا؟ منو تعاون ويانا واجى للاستوديو ووضح لنا هذه الحقيقه؟ خلينا نكون واقعيين يا دكتور فاضل. ست فرح، بالنتيجه صحنا نتحدث حتى جزء بتخصصنا في ملفات حقوق الانسان، كثير نتحدث وكثير نوصي وكثير نقدم تقارير ودراسات، لكن ماكو تفاعل كثير جدا مثل ما تتفضلين، لكن هذا لا يمنع انه احنا نسكت، لا بالعكس، احنا نستمر نسلط الضوء، نقول يابا هاي المشاكل والتحديات، هذه المشاكل قد تؤثر بالمستقبل على كثير من العوامل الاقتصاديه، العوامل المجتمعيه. طيب. هذا الصوت الحر يجب ان يبقى. بسؤال اخير دكتور فاضل، لو طالبنا الحكومه والبرلمان بتعديل بعض القوانين او تفعيل بعض القرارات للسيطره على واقع العماله الاجنبيه في العراق، من وجهه نظرك ماذا ستكون؟ اعتقد بالاساس انه احنا نعدل قانون العمل وايضا نضيف له الخطه الاستراتيجيه في ال 33 اللي هي القرارات الخاصه في وزاره العمل، نعدل قانون الاقامه وتفاصيله واجراءاته، نعدل قانون الاستثمار، وهذا قد تكون هي خارطه حل تشريعيه مثلى للمستوى اللي انا ما قاعد اقول به لسنوات كبيره للعشر سنوات القادمه. شكرا جزيلا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، حياك الله، وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات. ختام حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول جريمة جباليا، لنتابع. الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.